طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة حول آخر المستجدات على الساحة العراقية. وفي البداية نوجه عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727 10727 على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. في البداية نتحدث حول موضوع الحملة الأمنية، حيث أعلنت السلطات الحكومية اليوم السبت عن إطلاق حملة عسكرية تشمل محافظتي البصرة والعاصمة بغداد، تستهدف ما وصفته بالسلاح المنفلت واعتقال المطلوبين للقضاء، وذلك بعد يومين من تصريحات لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي تحدث فيها وقال عن خطط لحكومته لفرض ما أسماها هيبة الدولة واحترام القانون. طبعا مراقبون ومواطنون وناشطون أبدوا شكوكهم من فعالية الحملة الحالية وإمكانية تعاملها مع جميع أشكال السلاح المنفلت، سواء كان لدى العشائر أو الميليشيات المسلحة التي صعدت أخيرا من هجماتها الصاروخية واستهداف أرتال الدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي بمناطق جنوب ووسط العراق، واغتيال الناشطين في تظاهرات ثورة تشرين، خصوصا بأن المعلومات عن انطلاقها تسرب لوسائل الإعلام قبل ساعات من بدئها، ما يمنح أصحاب السلاح فرصة للاختباء والانتقال لمناطق أخرى لا تستهدفها الحملة. طبعا هذه أول حملة تصير بالعالم لجمع السلاح أو لإلقاء القبض على متهمين يتم الإعلان عنها قبل، هذا بس يقابل العراق حتى يقول لك يابا روح ضم سلاحك، روح انت غير مكانك، روح اختل في غير مكان. تشارك طبعا قوات مختلفة في الحملة إلى جانب الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب، وفي بيانين منفصلين لقيادة العمليات المشتركة أعلنت فيهما عن انطلاق عمليتين بوقت متزامن، واحد في بغداد والبصرة صباح يوم السبت. قالت القيادة بأنها تستهدف منطقة الحسينية شرقي بغداد التي شهدت استخداما خطيرا كما جاء في البيان للسلاح المتوسط والخفيف في النزاعات العشائرية، وتسببت بإزهاق أرواح الأبرياء، وبأن الدولة من واجبها لا تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التحدي لسلطة القانون. أضافت شرعت قواتنا الأمنية وبصنوفها المختلفة بإمرة قيادة عمليات بغداد فجر هذا اليوم السبت بتفتيش منطقة إحسانية المعامل ونزع أنواع الأسلحة من المواطنين ومصادرتها وفقا للقانون ولفرض الأمن والاستقرار فيها، هذا كما جاء في البيان. وذكر بيان آخر بأن القوات ممثلة بقطاعات الجيش ولواء المشاة البحري وحرس الحدود وشرطة الطوارئ باشرت عملية عسكرية واسعة للتفتيش كما جاء في البيان لمناطق في البصرة والبحث عن المطلوبين والسلاح، وشوهدت مروحيات تحلق على علو منخفض في محافظة البصرة وسط تأهب أمني كما جاء، وقطع عدد من طرقات مركز مدينة البصرة في مناطق أبو الخصيب والمدينة والعشار وشط العرب. طبعا بدوره قال قائد عمليات الجيش في البصرة اللواء الركن أكرم صدام بأن مختلف صنوف قوات الأمن تشارك في العملية الأمنية، وأشار في حديث نقله راديو المربد إلى عدم فرض حظر الاتجوال باستثناء قطوعات داخلية في المناطق، مع السماح للمواطنين بالتبضع ولطلبة السادس الإعدادي بالتنقل وكذلك الحالات المرضية. تابع بأن العملية ستستمر حتى نزع سلاح العشائر المنفلت وليس كل الأسلحة كما قال، فحق كل منزل بالاحتفاظ بقطعة سلاح واحدة بندقية أو مسدس، ها ما ندري بها بالقانون موجودة بالدستور موجودة ما نعرف، هاي الجماعة هسه بالجديد يحكون بها، وعدم السماح كما قال بما زاد عن ذلك. أكد بأن العملية الأمنية ستستمر 5 أيام، يتم بعدها عقد مؤتمر للتقييم كما قال يضم قيادات القوات الأمنية المشاركة في هذه العملية. خلونا نشوف أبرز الصور اللي صور الأسلحة اللي تم ضبطها اليوم من قبل هذه العملية العسكرية، وراح نجي الحديث هاي نشوف الصور اللي تم
ضبطها اليوم بهذه العملية العسكرية الواسعة في البصرة وفي العاصمة بغداد. شوف هذه بنادق، بنادق بسيطة لهذه العملية، تم التقاط هذه الصور لها ونشرها طبعا على حساب، جاء في بيان القوات أو العمليات المشتركة هذه الصور. نشوف هذه الصور يعني لا ترقى إلى الحملة الأمنية ولا إلى عدد القوات، وكل هذا التحشيد الإعلامي، شوية بنادق شوية رمانات بتشيس، بس سلاح العشائر. هل تعلمون بأن سلاح العشائر يبلغ 7 مليون قطعة سلاح في العراق؟ احنا عندنا تقريبا بحسب دراسات بس العشائر عندها 7 مليون قطعة سلاح. بس يقول لك لا مو احنا هذا اليوم الأول، زين اذا اليوم الأول وهيج هذا العدد القليل جدا، هن العملية على اساس 5 أيام فقط. نعم طبعا اذا ذكرنا احنا بالارقام شقد تم اليوم اسفرت بما كما جاء على لسان المتحدث الاعلامي للقائد العام للقوات المسلحه يحيى رسول، يقول اسفرت العمليه القبض على 3 أشخاص بتهمه حيازه اسلحه متوسطه، عجلات غير قانونيه، ضبط 121 بندقيه، 17 مسدس بي كي سي وار بي جي، 8 رمانات يدويه وثلاث اجهزه اتصال موتريلا، و70 مخزن بندقيه واعتده مختلفه فضلا عن 11 هاتف يستخدم كما جاء في البيان لتفجير العبوات الناسفه. زين هل هو الاهميه؟ طبعا احنا ذكرنا بالبدايه انه المفروض هذه العمليه لا يكشف عنها ابدا، تكون عمليه مباغته غير معلن عنها ابدا، عمليه سريه حتى تكون العملية ناجحة. هذه وحدة. اثنين، هل هو الأهم أو الأفضل أنه أنت تلقي القبض على حامل السلاح اللي قتل واللي اللي 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 متسبب بعمليات اغتيال وقتل، لو أنت الأولوية لجمع هذه الأسلحة؟ يعني إحنا مثلاً نشوف بالصور أسلحة بسيطة، أسلحة بسيطة وبالأعداد اللي ذكرناها، كان المفترض إذا كانت هناك مصداقية تكون عملية واسعة على من قتل، على من يقود هذه العمليات والاغتيالات، لكن الجماعة يعرفوهم وما يقدرون يلقون القبض عليهم، ما يقدرون. هذا الأمر واضح. خل العملية تطول 5 أيام 10 أيام 15 يوم ونشوف وراها، هل سوف تنتهي النزاعات العشائرية باستخدام هذا السلاح الثقيل؟ هل سوف تنتهي عمليات الاغتيالات في بغداد والمحافظات الأخرى؟ هذا هو التساؤل. لماذا لا يتم إلقاء القبض على من يحمل هذه الأسلحة وليس القبض على الأسلحة؟ نعم، معنا اتصال أبو طه من بغداد. تفضل أبو طه. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. بالنسبة لهذه الحملة طلقها رئيس الوزراء، نعم، هاي المفروض تصير سرية، يعني حتى المقاتلين اللي بيها ما عدا الأمراء لهم بيها علم، بس كل المقاتلين لازم ما يعرفون هم شو راح يسوون بهاي المهمة. من يوصل للهدف الأمراء وياهم يقولوا لهم الخطة 1 2 3، هذا شيء نحن متعودين عليه، بس ما هو يطيها قبل يوم بأنه احنا راح نسوي حملة ونجي محافظة البصرة حتى سيطر على السلاح المنفلت. يعني إذا يعطيهم إنذار يا بطلعوا في مناطقكم، زين لا حد يبقى، لأنه جايتكم القوات الأمنية، هو يعرفهم، يعرف العشائر المسلحة. زين هذه هاي أول يوم لازم كم بدك حندقية وكم قاذف وكم رمانة، هو عن السلاح المنفلت وعن الدوشكات وعن الحاديات، يعني عندهم أسلحة قد الدولة مرتين. نعم، وأنا قلت أعلن عن هاي العملية، عملية سرية، من يوصلون لهدفهم غطاء جوي، عملية صير منظمة سرية، زين نعم، بحيث أطب عليهم ما يدرون بأنه أنا راح أجيهم، ما
مو اعلنها قدام الاعلام وراح تحت قوات البصره وراح تروح قوات فلان المحافظه، هاي احتياجي هاي. وبعدين يريد يشتري الاسلحه من العشائر، هاي فرصه لايران. نعم راح يبيعون الاسلحه اللي عندهم للدوله ويروحون يشترون من ايران يردون يبيعون للدوله حتى ايران تستفاد ويبقى السلاح المنفلت عند الميليشيات وعند العشائر والفصائل المسلحه. سوى هو بهالطريقه هاي كل شيء ما سوى، فكره الخطه مالته زين، وراح يطلع لنا بعد اربع ايام خمس ايام يقول له القينا القبض على مطلوبين كذا مطلوبين كذا، يجيبون متهم واحد طلعوهم على شاشه التلفزيون بان هذول متورطين زين، يعني تمثيليه هم يحوكوا اثنيناتهم مخرج مضبوط ويطلعوها قدام الشعب العراقي. هذا مو شغل، هذا مو شغل مال دوله، المفروض الدوله كلها سريات مخابرات استخبارات زين، مو انا اجي اعلن قدام الشعب العراقي كله راح اجيكم يا المسلحين اللي عندكم سلاح منفلت ديروا بالكم انا راح اجي. شو ايش هذا؟ يعني هو شنو بيسوي هيك اعلاميا قدام الدول بناني طبت محافظه البصره او الناصريه او الاماره؟ يبدو ان الهدف من هذه الحمله الامنيه يعني هو الاعلام، يعني الجانب الاعلامي اخذ حيز واسع في اعلاميا. نعم هاي خطه اعلاميه قدام الدول حتى تشوف ما اعرف شنو كذا، من عند اشتغل ودا سيطر على المسلحين، هو يعرفهم واحد واحد، هو كان ضد المخابرات، هو كان رئيس جهاز المخابرات، هل معقول انهم يعرفهم يا استاذ عمر؟ نعم هو البشار يعرفهم شلون على مستوى دولة، ما أعرف القتلة من هم، وراحة الأمين، المخابرات، الاستخبارات، المكافحة، وين دور هاي الأجهزة؟ بس هم يريدوها كبيرة كبيرة، يريدوها صغيرة صغيرة، زين؟ يغطون على الأخطاء مالتهم، بس ما يقدرون انكشفوا وورقتهم احترقت أمام الشعب العراقي، وعرفهم كل كل الزين الشعب العراقي. نعم ابو طه يقول لك احنا خلينا نسوي تبكت اكسب مودة الشعب بصالحنا كذا، بس ما يقدرون استاذ عمر. نعم ورقتهم احترقت وانتهت. أنا اشكرك ابو طه من بغداد كان معنا. طبعا قيادة عمليات البصرة كشفت عن وصولها إلى مراحل متقدمة كما قالت بالتحقيق في حوادث الاغتيالات التي شهدتها المحافظة الشهر الماضي، فيما أحجمت عن بيان المعلومات التي توصلت إليها لحين انتهاء مجريات التحقيق الذي قالت بأن خيوطه وخطوطه كما قالت باتت موجودة لديها، لكن الواقع غير ما يعتقده المواطن أو يصل إليه من استنتاجات في هذا الملف. طبعا قائد العمليات اللواء الركن أكرم صدام قال في لقاء خاص مع راديو المربد بأنه لا توجد لدي خطوط حمر كما قال ولا قيود، ولكن أريد أن أعلنها بصراحة للناس، ليس كل ما يصلكم من معلومات وأخبار هو صحيح، ولا كل ما تصلون إليه هو صحيح، وسأعلن النتائج التي نتوصل إليها في حال الانتهاء من التحقيق. دول اللي اغتالوا الناشطين في البصرة، عندك أحمد عبد الصمد الله يرحمه، عندك ريهام يعقوب، عندك تحسين أسامة، يلا طلع واحد من عندهم، ألقي القبض على القتلة، معقولة يعني؟ يلا وين الخطوط الحمر؟ وبنفس طبعا اللقاء هو يثني على الميليشيات اللي موجودة في البصرة، شلون راح يلقون القبض وهي الميليشيات المتهمة الرئيس بقتل هؤلاء الناشطين؟ معنا اتصال أبو الحسن من البصرة، تفضل أبو الحسن. أبو حسن من بغداد، تفضل أبو حسن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يحفظك يا أبي. أول شيء خليفة من العراقيين ليش يعلنون عن المداهمات على الأسلحة؟ هذا اللي يحذرون عصاباتهم والمجرمين مالتهم على مود يخفون سلاحهم. نعم. نفس العمليات اللي سواها مثل حيدر العبادي لما صار على أثناء تحرير المدن الغربية.
حذر بأن يقول هذا فلان يوم راح أهاجم فلان منطقة، فلان يوم راح أهاجم فلان منطقة. فكلهم دولة يعني دراستهم واحدة وخطهم واحد وتنفيذهم واحد. يعني وإلا أنا من أريد أجابة عدوي أو عدو البلد لازم ما حذر، يعني أجيب بغفل وأخذ واخذة. بس هم دولة مدربين على خداع العراقيين، وأنا هالكلام موجه للعراقيين كلهم، هاي كلها خداع، ودول أصلاً يعرفون يقودون بلد، وإرهابيين وإجراميين، والمرجعية اللي تقشمر بيهم وتضحك على دول يصدقون دول الشباب، أنتوا روحوا قاتلوا أنتوا باسم المذهب وباسم فلان وباسم فلان، فهي كلها خداع، لا تنطلع على العراقيين وعيب تنطلع عليكم على العراقيين. فكل دول مبرمجين، كل واحد إلى خطة، كل شخص إذن رئاسي وزراء لازم إلى خطة وإلى شلون أجندة ينفذها للعصابات. زين أبو حسن، أبو حسن تساؤل يطرح، كم مخزن سلاح؟ نعم. إذا تحدثنا عن العاصمة بغداد، كم مخزن سلاح تابع للميليشيات انفجر في الأسابيع والأشهر الماضية والسنوات الماضية؟ نعم. وقتل ودمر بيوت ناس، هل يعقل بأنه هالاستخبارات والأمن الوطني والمخابرات ما يعرفون مخازن الميليشيات وين تخليها؟ ماشي راح يقول لك لا هاي تابعة إلى القائد العام للقوات المسلحة، خلينا نعوفها. نجي اليوم هو سوى حملة أمنية، تمام، وجمع هذه الأسلحة، هنقول جمع يعني كمية لا بأس بها. زين هو القاتل أو العصابة إن كانت تهرب مخدرات أو تجيب مخدرات للعراق أو تقتل ناشطين أو إلى آخره، ما تقدر تروح تشتري نوع سلاح غير يتم إلقاء القبض على هؤلاء المجرمين والقتلة، ويعني شلون ما يقول لك أزم الحية من رأسها؟ أخي هم رأس الحية عمر، أخي هم رأس الحية، يعني مبرمجين. إيجي سلاح يقول لك مثلا خلت بفلان منطقة كذب، ترى هاي شغلات أسلحة تعبانة ما أخذيها، بس القائل الخمطة الكبيرة بيد الأحزاب، هي الأحزاب المتنفذة واللي بأمرتهم يشتغلون، والمبرمجين على قتل العراقيين هم دول ما يوصلهم أخي، ما يوصلهم. ولذلك يظل السلاح منفلت بيد العصابات الإجرامية اللي تشتغل للحكومة. وإلا قبل فترة عاد لجموا جماعة بين قتلة والمتظاهرين طلعوهم براءة، يعني هاي واحدة من الشغلات اللي تصير. فدول أخي هم برمجين، وكل واحد إلى دور، وكل واحد إلى يعني اليوم الزامل يحكي يقول لك فساد بفلان مكان، فساد بفلان مكان، هم يعرفوها. يعني أنا اتمعنت بالكلام ماله بين هم كتلة قذرة وسوى، يعني وحدة، يعني ما تختلف عن وحدة عن وحدة، كلهم عصابات وإجراميين وإرهابيين. وإلا شنو يعني هاي الناس اللي أكل ما عندها، اللي يجون عجون قتلة، أو حتى لو عندهم فلوس يجون يقتلون يأخذون فلوس منهم، فهم دول عصابة قتلة إرهابيين يبتزون العراقيين بكل الطرق الممكنة وحتى بالسهلة، يعني أمر بيديهم. ولا شنو يعني أنا قبل أصير بطل فيلم وأروح أسرق وكذا أسوي؟ كلهم مبرمجين وكلهم مهيئين، ويعطوهم المعلومات في سبيل يسوون مهارهم. نعم. فللكاظمي دول كلهم قطعة واحدة أخي عمر، يعني خط واحد، نمط واحد، إرهاب واحد، إجرام واحد، قذارة واحدة، يعني بصورة عامة. فدول يعني ما يقودون العراق، وراح يدمرون العراق إذا ما العراق يتلحق على نفسه. ولو المصيبة يعني شلون يتلحق على نفسه؟ إيه أمريكا هي مأيدتهم ومطلتهم الحرية بقتل العراقيين، وحتى إيران أقسم لك بالله، حتى إيران أمريكا مطلتها الخط الأخضر. ولا شنو إيران؟ يعني بلدان سقطوها، ولا شنو إيران هي؟ فهي شغلة مبرمجة على العراق، أول ما يوقع العراق توقع بعض الدول العربية كلها، وصير كوارث بالعراق، وجت جائحة كورونا وقضت على شباب هواية. هسه تجي الوفيات روح للطب العدلي، أي طب عدلي راح تشوف كوارث أعداد مخيفة. نعم. فدول مبرمجين على قتل العراقيين بصورة عامة وبلا شك، يعني إرهابيين بالدرجة الأولى ومن النوع اللي شيطاني.
أنا أشكرك أبو حسن من بغداد كان معنا. طبعا على الرغم من تعهدات سابقة لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بحل أزمة البصرة الأمنية ووضع خطط انتشار جديدة للشرطة وقوات الجيش، إلى أن المحافظة ما زالت تسجل حوادث باستمرار، وآخرها أمس الجمعة بالإعلان عن مقتل 3 نساء من أسرة واحدة وإصابة 4 بنيران أحد الأشخاص في مدينة الهارثة شمال المحافظة. في شأن أمني آخر، أكدت خلية الإعلام الأمني انطلاق عملية أمنية لفرض القانون وتعزيز الأمن في منطقة حسينية المعامل بالعاصمة العراقية بغداد بمشاركة مختلف صنوف القوات الأمنية، وأوضحت في بيان بأن العملية تهدف إلى نزع السلاح ومصادرته وفقا للقانون وفرض الأمن والاستقرار في المنطقة. المتحدث الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول قال في تغريدة عبر تويتر: في تمام الساعة 4 فجر اليوم شرعت قوات أمنية مشتركة لتنفيذ عملية أمنية وتفتيش في منطقة حسينية المعامل في بغداد، انتهت العملية في تمام الساعة 7 من الصباح اليوم، يعني 3 ساعات بعد أن أكملت القطعات واجبها بدون حادث وانسحبت إلى معسكراتها. وقد أسفرت نتائج واجب حسينية المعامل ما يلي وقرأناه قبل شوية، نعيدها مرة ثانية: القبض على 3 أشخاص بتهمة حيازة أسلحة. نشوف كذلك الصور وإحنا نقرأ العدد: إلقاء القبض على يعني عجلات غير قانونية، وضبط رشاشتين متوسطة ومن نوع بي كيسي وآر بي جي، و 121 بندقية، و8 رمانات، 17 مسدس، أجهزة اتصال، و70 مخزن بندقية وأعتدة مختلفة، فضلا عن 11 هاتف. معنا اتصال أبو زينب من النجف، تفضل أبو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. بالنسبة مثل هيك عملية واسعة وعملية مهمة وتمس يعني كل المجتمع العراقي، ولرجل رئيس وزراء وقائد عام للقوات المسلحة كان لمدة 7 أو 10 سنوات أو أكثر مدير عام جهاز المخابرات الوطني، يعني هذا لازم أولا حسه الأمني يكون عالي، ثانيا عندما يريدون أن يبقى يجب أن لا يعلنوا عنها لكي الطرف المباغت لا يتخذ الحيطة والحذر ويتخلص من المسؤولية القانونية، ويجب أن يتوفر عنصر المفاجأة. هم كل الزين طبعا يعرفون شنو عنصر المفاجأة. ثالثا أو رابعا يجب أن لا يذهبوا بسيارة واضحة من شكلها وبشكل رتل عسكري منظم، يجب أن تكون السيارات مدنية وبشكل متفرق، وحتى أعضاء الجهات الأمنية بغض النظر عن رتبهم شرطة جيش كذا يجب أن يكونوا مدنيين يعني متخفين. نعم. وإلا ما ممكن قبل أسبوع أو يومين أو 3 أيام أو حتى لو قبل ساعة ما يمكن أن يعلن عن مباغتة أو عملية كبرى لمباغتة. كمان احنا عندنا عشائر تستخدم مقاوم طائرات بالنزاعات العشائرية. نعم. ديمتروف أو كذا 14.5 ملم من أجابية وحادية وثنائية ورباعية. هاي كان بالنظام السابق أقل شيء حكمها إعدام، يعني ما يصير هاي صارت مافيا، هاي صارت دولة داخل دولة وجيش داخل جيش وحكومة داخل حكومة، يعني عشائر تتعارك قبل بالمقاوير بالتوافي، هذا كل شيء يستخدم مسدس، هسه بالهاونات يعني هاون 60 ملم و82 ملم و120 ملم 120 ملم ثقيل. زين هذا أبو زينب يعني بعض التقارير، أبو زينب بعض التقارير تشير فقط سلاح العشائر يقدر ب7 مليون قطعة سلاح، 7 مليون. اليوم يقول لك احنا يقول لك 121 بندقية تم القاء القبض عليها او تم يعني ايجادها، معقولة يعني احنا يعني 7 مليون قطعة فقط عند العشائر، فقط عند العشائر، يعني ما احنا ما نتكلم عن الميليشيات والعصابات وغيرها. بلي يعني عمي هذا يسوي له مال 20 دولة.
نعم. ماكو دوله بالعالم بها 7 مليون قطعه سلاح. فاعرف الى اي منحدر احنا واصلين بحيث الناس المدنيين وعلى حد تعبيرك فقط العشائر 7 مليون قطعه سلاح. يعني هذه كارثه، كارثه بكل المقاييس. اذا هي دوله لا دوله وقانون الله. وين القانون؟ وين الدوله؟ وين الحكومه؟ وين السيطره؟ وين الوزارات والجهات الامنيه؟ اذا عشائر تمتلك 7 ملايين قطعه سلاح، يعني هذا على الاسلام السلام وكارثه على البلد. فالمفروض هذول كلهم احاصرهم، امن غطاء جوي ومثل ما لكل الاصناف بشكل مدني وبدورة العسكري. هسه هذا حتى لو من بعيد دربين يباوع عليه ويعطي انذار، يا ترى اجوا جماعه روحوا ضموهن وكذا، مو حتى من النخل طلعوا النخل يضمون. بلي. زين، بعدين اهم شيء هو تامين الحدود، وبالذات مع ايران عندنا 1200 كيلو متر، وهذا كله بتعبر شغلات مهربه. زين، اكو مافيات سلاح اجنبيه وعربيه تطل لهذا، يردون اولا يستنزفون طاقاتنا، يستنزفون اموال. نعم. كيف شلون السلام ونتدمر احنا بالنهايه؟ امن الحدود على اقل تقدير 7 كيلو قبل الحدود الدوليه وشكرا. انا اشكرك ابو زينب من النجف، كان معنا ابو فيصل من السعوديه. تفضل ابو فيصل. سلام فضلك استاذ عمر، مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا بك. حي لك وخير الغنى وكادرها الطيب. حياك الله. الشعب العراقي صورت كثير. بالنسبه لحصر السلاح استاذ عمر بيد الدوله، هي استهلاك اعلامي لهذا المجرم، بس تمويه وضحك على يعرفون الشعب العراقي انه هذا غير جاد والقانون غير جاد، هي وانما هي حصر السلاح بيد الميليشيات. يعني فحق العراقيين ان ياخذوا سلاح وان ياخذوا، لان الميليشيات دوله فلتون، لا في دوله ولا شيء. هي هيمنه الميليشيات، وهو الخاوي المجرم، هو يحاول تشويه المتظاهرين، وهو له دوافع ثانيه غير هذه. ما دام الميليشيات المنفلته المجرمه هي مسيطره وهي من تقتل الناس، هو يحاول على المتظاهرين وان يحاول ان يشوه صوره المتظاهرين الشرفاء الوطنيين اهل الغيره اللي دافعون عنه البلد. هو يحاول ان يلزق بهم السلاح، وانه بعد كم يوم يقول وجدنا مع المتظاهرين اسلحه، لانه مجرم وهو مجرم ابن مجرم. فلا يحل ولن يضبط السلاح الا بسقوط الميليشيات وانهاء الميليشيات. اذا لم تنتهي الميليشيات فالعراق في حاله خطر، والشعب العراقي من حقه ومن حق اهل العوائل ومن حق اهل الغيره ان يحطوا بسلاح، لانه توجد ميليشيات، لا يوجد نظام، لا يوجد دوله بالعراق. فتحيه لك. شكرا ابو فيصل من السعودية. طبعا المسؤول الأمني في بغداد كشف بأن الساعات المقبلة ستشهد توسيع الحملة العسكرية بتطويق مناطق تم تحديد وجود كميات ضخمة من السلاح فيها لغرض تفتيشها. يعني خاف أنتم ما سمعتوا يا جماعة السلاح بالعملية من البارحة أو أوت البارحة، هاي نعيد لكم مرة ثانية، ترى أكو مناطق جديدة راح نجيكم عليها ضم سلاحكم. أكد بأن العملية ستتواصل لعدة أيام ولن تقتصر على السلاح بل على السيارات غير المرخصة. ويقول معلومات استخبارية يتم التحرك بشأنها لاعتقال مشتبه بانتمائهم للجماعات المتورطة بإطلاق صواريخ كاتيوشا. ملزمتوهم لزم يد وهددوكم وطلعتوهم بنفس الساعة اللي كانوا يطلقون الصواريخ، وطلعتوهم على من تضحكون؟ نعم. رسالة على الواتساب من حميم من بغداد يقول الانتخابات المقبلة سوف تكون الأكثر خرقا والأكثر تزويرا في تاريخ العراق. يقول للأسباب التالية: انفلات السلاح بيد الميليشيات، الحشود، نفوذ قادة الكتل والأحزاب، ووجود أذرع لها داخل المفوضية. يقول عدم تصويت البرلمان على قانون المحكمة الاتحادية ما يجعل العملية مشوبة. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. إن مشروع الربط السككي مع دول الجوار مرفوض رفضاً قاطعاً، لأنه يمثل تمهيد لخنق نافذة العراق البحرية، فعليه يا
يجب الإسراع بإكمال مشروع ميناء الفاو الكبير وتحديد سقف زمني لإدخاله العمل، كونه يمثل نافذة اقتصادية تقضي على البطالة وتحقق انتعاش اقتصادي للعراق. وإننا لن نسمح بإبرام اتفاقية الربط السككي المسمومة، كما نلزم الحكومة والبرلمان بإعادة النظر في اتفاقية خور عبد الله وترسيم الحدود وعدم التفريط بالأراضي والمياه العراقية. وفي حال عدم التنفيذ لما ورد آنفا سيكون للشعب موقفا صارما لمنع تمرير هذه الاتفاقيات. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. المسؤول الأمني اللي تحدثنا عنه ونقلنا عنه بعض التصريحات قبل الفاصل يعني كشف وقال بأنه ينبغي عدم استعجال النتائج من قبل المواطنين، والتحرك يتم بشكل يضمن كما قال عدم وقوع صدام بين القوات الأمنية والجهات المستهدفة، ونأمل أن تبادر عشائر بتسليم سلاح المتوسط حاليا في بغداد والبصرة، كما أن هناك معلومات استخبارية يتم التحرك بشأنها لاعتقال مشتبه بانتمائهم للجماعات المتورطة بإطلاق صواريخ الكاتيوشا. موضوع إذا تحدثنا عن جزئية موضوع العشائر، لو إحنا عندنا دولة قوية وتفرض القانون، العشائر سوف تكون خاضعة لهذه الدولة ولهذا القانون. من تقول له تعال تعطيني السلاح أقول لك أنا شي يضمن أنه أنت تأخذ من عند السلاح وما تأخذ من العشيرة الأخرى، لأن مثلا العشيرة الأخرى عندها علاقات قوية بالميليشيات أو بالحكومة، فهذا كله يرجع إلى ضعف الدولة وضعف القانون في العراق. معنا اتصال علي من بابل، تفضل علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. قالك أستاذنا العزيز، حياك الله يا أهلا بك. والله أنا هسه قبل شوية يطلع هذا عاطل الجاملي، نعم، يصرح يقول هاي الضربات الكادوشة، يقول هاي مو من الحكي، من اجيها يقول دولة دواعش، يعني دولة دواعش شلون طابين ببغداد وبطل الحكومة شلون استاذ؟ يعني اذا هذا مسؤول ويكذب ما ادري عن نفسه، يكذب على الله، يكذب على الدولة، يعني هاي شوف شلون تصريحات. اكو دواعش ببغداد استاذ؟ بس بدت على السؤال هذا، بس هذا السؤال. نعم. وما ادري شلون كذابه، شلون الناس يتهمون اتهامات باطله، وهي يعني هاي هذا السلاح المنفلت والعشائر، بس على العشائر يقول هذا ما يشمل لا حشيد ولا يشمل اي شيء. نعم. السنه ضربانهم طلقتين سواهم ارهابيه وهجروهم، وهسه السلاح هذا كل ما نجي يضرب وصايره فوق الساس، وهاي ما تخلص والله. وانا اشكرك. شكرا علي من باب الكلام معنا. ابو علي من المدائن. ابو علي، الو، تفضل ابو علي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخويا العزيز، هاي تحملها يتحملون عواقبها السياسيين السنه اللي دمروا البلد من كبيرهم وصغيرهم، واللي ولا واحد بيهم شريف وطلع وحدث قال هاي شو اسمه السجون السريه والاعتقالات اللي بالعراق، بس بوقت الانتخابات واحدهم يطلع على الفضائيات يصير وطني ويقول. نعم نعم ابو علي، انقطع اتصال مع ابو علي من المدائن. نرجع الى موضوعنا. السلطات الحكوميه في بيانات متفرقه قالت بانه تم اعتقال 16 مطلوب في البصرة ومصادرة كميات من الأسلحة والمتفجرات، كما تم اعتقال 5 في بغداد ومصادرة السلاح أيضا. المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنة قال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية بأن العمليات الأمنية التي نفذتها القوات الأمنية لا تقتصر على بغداد والبصرة، وإنما جميع المناطق التي تشهد نزاعات. وأضاف بأن مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية تعمل على حث العشائر وتشجيعها على التعاون مع الأجهزة الأمنية وتشكيل لجان من زعماء العشائر لحل النزاعات العشائرية التي قد تحصل بينهم لإنهاء الخصومات، كما أن هذه المديرية تتولى مسؤولية متابعة استغلال بعض الأشخاص للأمور
العشاري. أعربت لجنة الأمن البرلمانية من جهتها عن تأييدها للعملية وأملها بأن تكون خطوة أولى لنزع السلاح المنفلت. عضو اللجنة النائب كاظم الركابي قال بأن لجنته تدعم خطوة الحكومة في عمليات العسكرية التي جرت اليوم في أطراف بغداد ومناطق أخرى، وأكد خلال تصريح صحفي بأن الخطوة ستسهل الطريق لنزع السلاح المنفلت، وشدد على ضرورة نشر الوعي المجتمعي من خطورة السلاح والتداعيات السلبية لانفلاته على المجتمع. طبعا حذر ناشطون من أن يكون الهدف الحقيقي للعمليات الأمنية في بغداد والبصرة هو ضرب المتظاهرين تحت ذريعة الدعوات المشبوهة لتسريح التظاهرات، بعد تكرار الكاظمي حديثه عن أن الدولة ستقوم بضرب كل من يحمل السلاح في التظاهرات. نروح على موضوع آخر، موضوع الانتخابات المبكرة والترويج، بالتحديد الترويج الانتخابي المبكر. طبعا بالتزامن مع الجدل الدائر في العراق منذ أسابيع بشأن إمكانية إقرار قانون الانتخابات المختلف عليه بين القوى السياسية، استغلت أحزاب وتكتلات سياسية الوقت لتبدأ الترويج لنفسها من خلال حملات وزيارات بدأت بتنفيذها وإطلاق وعود وتوزيع هدايا مستغلة طبعا المال العام في ذلك. الظاهرة التي بدأت تبرز في العاصمة بغداد ووسط العراق ومدن شمال وغرب العراق التي خرجت من أتون حرب طاحنة كما جاء في تقرير لصحيفة العربي الجديد، أتت على مدن كاملة فيها يتورط فيها مسؤولون في الحكومة والبرلمان وزعماء سياسيون، بحسب ما أكده نواب في البرلمان، إذا أنهم قالوا بأن الحملة الانتخابية انطلقت فعلا بشكل غير معلن عبر كسب ود العشائر والسكان في المدن والقرى بمشاريع تعبيد طرق، بلط شارع أو نصب محولات كهرباء، تسخير موظفين حكوميين. طبعا هذا يعني هذا واجب الدولة وواجب الحكومة، هذه ليست منه، يعني هو ما مطلع من جيبه حتى مبلط الشارع، سيقول لك لا والله مو يعني مو زين من عندهم سووا هذا الشيء. يعني احنا نظل احنا هاي 17 سنة ذابحتنا العاطفة والسذاجة مع الاعتذار من هذه الكلمة، والله لأن واحد اجى بلط شارع وتعال تنتخبه، أو مثلا واحد اطى فلوس أو سيارة الشيخ عشيرة معينة وتعال انتخبه فلان. يعني احنا نظل نكرر هذه المآسي على مجتمعاتنا إن كان في المدن ولا بالمحافظات ولا بعموم العراق. يعني لازم يكون وعي كافي. 17 سنة كهرباء ماكو، بطاقة تموينية ماكو، وظائف ماكو، المي مقطوع، إلى متى نبقى إحنا بهذا الحال؟ كل فترة نمجد، يعني تجد شخصيات مع الأسف متسلقين كل فترة تلقاهم يصعدون واحد يخلوه هو بس، يعني يخلوه مكان عبالك كأنه انجيلا ميركل المستشارة الألمانية، هو الشارع حتى المبلطة كله محفر ومموج تمشي به، ما يطول وياك شهرين ثلاثة. فهذه ليست من عنده، من هو والله سوى شارع أو كذا، هذا واجب الدولة، هذا واجب الدولة، هاي فلوس النفط ومن ميزانية الدولة دي يصرفون بيها، دي يصرف ربع وثلاثة أرباع حاطن بجيبه. وفق طبعا العضو في البرلمان تحدث لصحيفة العرب الجديد وطلب عدم ذكر اسمه بأنه تم رصد العديد من حملات الترويج الانتخابي المبكر التي بدأتها بعض الجهات المتنفذة في المحافظات العراقية ومستغلة المال العام. معنا اتصال أبو محمد من بغداد، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. والله أستاذ عمر احنا بزعنا ومليانا من الأفلام الهندية، كلها كلاوات بكلاوات. نعم. كلها كلاوات بكلاوات. نعم. يعني أكو واحد يسوي حملة على مجرمين ينطيهم خبر قبل أسبوع. نعم. حتى يقول لهم لازموا يعني، وخلوا شكو رشاشة تعبانة، شكو شيء عاطل، شو مروح حتى على مود على أساس إحنا ناخذ السلاح. كلاوات بين إن شاء الله واضحة كل شيء.
هذا الموقف يذكرني قبل من كان جلس هارب من الجيش قبل كان اكو رفيق خوش ادمي يقول لي قبل من تصير الكبسه يقول لي ترى راح تصير كبسه ثاني يوم فاني اشلع وظليت 13 سنه هارب من الجيش اعاني في سبب هذا الرفيق الحزبي الشريف كان يقول لي نعم كان يقول لي قبل يابا ترى راح تصير كبسه انهزم فعاد هذا ذكرتني بهاي الموقف يقولوا لهم قبل ما يكبسونهم يقولوا لهم حتى ينهزمون ان شاء الله واضحه زين استاذي نعم استاذ عمر شو تقول انت مو صحيح كلامي لو شلون طبعا هو ماكو عمليه امنيه تصير يتم الاعلان عنها قبل هذا الوقت رحم الله والديك من يصير اعلان عنها ما يبغى ولا واحد كلها تشرع نعم لازم تصير سريه ما حد يدري بيها بس الحكومه والاستخبارات نعم زين عيني أنا أشكرك. أنا قلت لك وأشكرك أنا. شكراً محمد بعد كنا معنا. أبو علي من المدائن يعاود الاتصال بنا. تفضل أبو علي. أبو علي تسمعني؟ انقطع الاتصال مرة أخرى مع أبو علي من المدائن. أبو صالح من صلاح الدين. تفضل أبو صالح. شلونك أستاذ عمر؟ أهلاً وسهلاً بك. شلونك أخبارك؟ مشتاقين لك. تفضل عيني. يا أهلاً بك. استاذ عمر تجيب عن السلاح المسلم اكو عشيرتي لسه مطلع كل واحد 11 مقتول 11 منا ومنا 12 بعد واحد يقول يلا نسد شلون يعني ما افتهمت عليك يعني مطلوبين عشاير تمام وما يعني يقول بعد انه واحد قلت له معود ليه ما تفضلوها وهذا يقول لا بعد نطلب واحد عشيره بعد نطلبها واحد يلا تفضل 12 تصير 12 ب 12 لحد يعني نعم اي طيب وين يقدروا عمي العشائر كلها عندها سلاح وكل واحد كل بيت عنده خمسه وسته وكلها حاديات وقناصات وبيكاديات زين انت برايك هذه العمليه الامنيه راح تعطي نتيجه وتحصر وتجمع سلاح العشائر تقدر؟ والله يا سيد عمر اذا انا احكيك صراحه اذا بالجنوب قدر البصره والعماره والناصريه يعني هو ناجح. يعني يقدرون يجمعون هاي الاسلحه ملايين قطع الاسلحه؟ العشائر معقول يسلمهم السلاح؟ هو بسبب صدام ما يقدرون لهم انهم يقدرون لهم هسه. نعم. شو تقول انت؟ اي بس بذاك الوقت مو هي توصل لهذه الدرجه. والله يعني غياب القانون نعم هو موجود بكل مجتمع عشائري في الوطن العربي اكو سلاح بس الى انه يوصل الى هذه الدرجه بشكل يومي وبالاسبوع نشوف مرتين ثلاثه كانها معركه بين دوله واخرى هاي ما صارت هاي استاذ نعم قسم بذات الله والله اضرب عشيره بالله الكريم بزمن صدام وبالاخير ما قدروا لهم وبعد في قوه الضج توزع استاذ ما يقدروا السلاح السلاح هواي وانت خوانت بالعرب وتهرب انت مو غشي نعم زين الحل شنو برايك؟ والله يا رب لك اذا شحت لك اذا الله يعني الله يجوز يعني هذول الله يهديهم العشائر ما ادري يعني نعم يا تعرف هذا اللي عندهم عنده حلال وعنده غنم وعندها يعني تعرف وقصه منها داعش ومنها العالم تعمل نفسها نعم اي تعرف قصه صلاح الدين حتى ما مستقر ما يقدرون يعني لازم تساعدهم اي لكن هذا بمنطق الدوله الحقيقيه والقانون هذا امر غير مقبول انا اشكرك ابو صالح من صلاح الدين كان معنا أي دولة نعم المجتمعات العشائرية بس ما معقولة أنه اليوم أنا مجتمع عشائري طبعا مو إحنا نحكي على هذه النقطة ليس للتبرير للعشائر لا ليس تبريرا للعشائر ولكن إذا كانت الدولة ضعيفة والقانون ضعيف سوف تتقوى العشيرة وتتقوى الميليشيا والعصابات بغياب الدولة وبغياب القانون راح يقول لك أنا العشيرة والله أنا أريد أحمي نفسي فأنا ما عندي دولة قوية تجيب لي حقي هاي الشغلة ثانيا الوعي
ويعني الإبقاء على العرف العشائري فوق اليوم صار العرف العشائري هو فوق القانون، والمفروض بالعكس يكون القانون وبعد ذلك يأتي العرف العشائري. نعم معنا اتصال أبو هبة. أبو هبة من ذي قار، تفضل أبو هبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ عمر؟ حياك الله يا هلا بك يا حبيبي. هذا موضوع حصلتكم اليوم. نعم. أنا أرزقت لي واحد وياي. تفضل أبو هبة. أنا اليوم أرزقت لي واحد. ديش؟ أروح أقول لي أنا راح أقتلك اليوم؟ نعم. لا أنا من اليوم أقضي على السلاح بالعشائر بالميليشيات العصابات وغيره والعصابات وغيره. أنا ما أعلم أساسا، ما أعلم. نعم. إذا أعلنت أنا أكو دي أقول لهم حبيبي أنت ضم سلاحك أنا راح نطلع. نعم. مفهوم؟ يعني أنت تشوف هذا الإعلان عن العملية هو إشارة يا جماعة خبوا سلاحكم. ضم سلاحكم. ضم سلاحك. نعم. ضم سلاحك عمي أنا سايق. غير مكانك. إحنا قبل بالنهار جينا من الجيش وعندنا علاقات الحزب، ربعنا بالحزب الداوم. من تطلع عليك المفرز يجيك عليك تليفون يقول لك يا به اليوم راح يطلعنا عليه اختفي. هذا نفس الشيء هالاتصال. نعم يا حبيبي هذا مو قرار انا ادخل عليه. اعلم قبل كم يوم اقول انا راح اخذ على فلانتي. نعم. وهذا ما يصير زول، ما في قانون. نعم. أنا أشكرك أبو هبة من ذي قار كان معنا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.